قال أستاذ الاقتصاد ورئيس جامعة عين شمس الأسبق ورئيس لجنة الخطة والموازنة الأسبق بمجلس النواب حسين عيسى أنه تم مناقشة البحث عن بدائل لتخفيض الدين العام من بينها توسيع قاعدة المجتمع الضريبي. أضاف حسين عيسى أنه تم طرح فكرة تسعير الخدمات لزيادة الإيرادات وتخفيض الدين العام. عشان نخفض عجز الموازنة قدامك سكتين، يا إما تخفض النفقات أو تزود الإيرادات. في الإيرادات عندك مصدر أساسي وهو الضرائب، وده شيء طبيعي جدا في دولة تقوم على الاقتصاد الحر. المصدر الرئيسي لدخل الدولة هو الضرائب. عفوا، الضرائب احنا محتاجين توسيع قاعدة المجتمع الضريبي. مش معنى ان انا مش مجرد ان ازود سعر الضريبة، لا بالعكس، انا ممكن اخفض سعر الضريبة، ولكن بدل ما يدفع الضريبة مليون واحد يدفع 2 مليون 3 مليون. الشمول المالي ان ما زال حصيلة الضرائب بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي لا تتعدى 13% برغم النسبة العالمية من 20 ل 25%. انا طرحت فكرة اخرى الحقيقة، وهي فكرة تسعير الخدمات. هناك مئات الخدمات اللي بتقدمها الدولة، صحية، مجال الصحة، مجال التعليم، مجال النقل. الخدمة دي بتطرح بمقابل، هذا المقابل يجب أن يعكس تكلفة أداء الخدمة.